تلي أخبارنا. ودائما في الجانب الرياضي، نظمت ولاية الجزائر ندوة صحفية حول منتزه أو بمنتزه صبلات حول مهرجان الجزائر للرياضات في طبعته الأولى بحضور لجنة المهرجان وكذا المؤسسات المنظمة له. هذا وتم الكشف عن الفضاءات الخمسة التي سيكون فيها المهرجان، والذي يشمل مختلف الرياضات الكلاسيكية لكل المواطنين وبمختلف الفئات. التغطية كانت لسراء جعود. المهرجان يعتبر يعني تنوير على المواقع اللي تم تهيئتها وترميمها، داخله في استراتيجيه شامله لولايه الجزائر اللي يعني تقضي انه اعطاء يعني وضع تحت تصرف المواطنين والشباب خاصه فضاءات لتمكينهم من ممارسه الرياضيه بصفه منتظمه او بصفه حره عند مجموعات. المواقع اليوم راهي في طبعته الاولى، المهرجان سيتموقع في حديقه دنيا بارك، حديقه التسليه والحيوانات لبن عكنون تاع الوئام المدني، منتزه الصابلات، ضفاف واد الحراش، والحديقه الحضاريه الجديده لباب الزوار. واكد اعضاء لجنه المهرجان ان النقل متوفر وسيكون مجاني للعائلات والرياضيين المشاركين من محطه مختلفه بالعاصمه. خلال أيام المهرجان راح يكون النقل مجاني بالنسبة للطلبة المقيمين بالإقامات الجامعية من خلال الانطلاق عبر حافلات مؤسسة الجامعية للنقل من كل الإقامات الجامعية للذكور والإناث إلى هذه الأماكن الخمسة التي سيقام فيها المهرجان، بالإضافة إلى نقاط نقل أخرى لعامة المواطنين ستكون من رويبة، زيرالدا، سيدي عبد الله، بيرتوتا، وكذلك ساحة عيسات إدير بساحة أول ماي. راح يكون النقل المجاني لفائدة المواطنين والعائلات يومي الجمعة والسبت بداية من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء ذهابا وإيابا.